طبعا ويسعدنا أن يكون معنا عبر زوم الأستاذة سلمى خطاب، إحدى مؤسسات فرقة كنعان. صباح الخير على حضرتك. أولا عايزة أعرف منك في البداية، كلمينا عن الفرقة بشكل عام، إيه هي الرسالة بتاعت الفرقة بتاعتكم والأهداف من تأسيس فرقة كنعان؟ يسعد صباحكم جميعا، ونحن نتشرف في مشاركتنا معكم اليوم. فرقة كنعان هي فرقة أسست عام 2017. كان عندنا نحن مجموعة شباب وصبايا، جمعنا كنا أصحاب، فينا موجودين من فلسطين الشتات في جمهورية مصر العربية، وفي اللي إجا للعمل والدراسة في جمهورية مصر. بنعرف بعض، قررنا إنه ليش ما نعمل الإشي اللي كتير بنحبه ويكون في رسالة أكبر من فكرة الدبكة، وهي المقاومة والحفاظ وإعلان الهوية والتراث الفلسطيني على أرض مصر. نحن كفلسطينيين دائما نعتز بهويتنا وثقافتنا وتراثنا، وكان عندنا هدف أنه ننشر هذا التراث على أكبر قدر ممكن، ونحمل هذه الراية في محافل دولية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. وبالفعل استطاعت كنعان في بدايات التأسيس أنه نتجمع، كنا 21 شاب وبنت بنعرف بعض، وتوجهنا لإحياء هذه الفرقة. وكانوا أحد الداعمين لنا هي سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، وعملنا تحت إشراف السفارة، وقررنا أنه نعمل هذا الإشي من حبنا في الهوية والتراث، وايضا لحتى نحافظ عليه وننشره قدر الامكان في محاولات الاحتلال الدائمه لطمس هذا الفلكلور يعني وسرقته. طيب استاذه سلمى، لو تكلمينا عن، اكيد في البدايه واجهتكم تحديات، ويعني ازاي تغلبتم عليها وقدرتم تكملوا في تكوين الفرقه، وازاي تم تشكيل الفرقه وتكوينها ورغم كل الظروف والتحديات اللي واجهتكم؟ نحن في البداية لما قررنا أن نعمل الفرقة صراحة كنا كثير متحمسين، لأنه هذا الإشي نحن نعرف قديش الجمهور المصري محب للفلكلور الفلسطيني ومحب وداعم القضية الفلسطينية، فكان عندنا تخوف شوي من فكرة انتشار هذا الإشي ومدى تقبل الساحة المصرية لإله، ولكن تفاجأنا بحب الجمهور وبثقته الكبيرة وبتقديره لهذا الفن. كان عندنا صعوبات بسيطة في البداية من فكرة الانتشار، ولكن زي ما ذكرت من دعم سفارة دولة فلسطين وبالتعاون مع المؤسسات المصرية هنا من وزارات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، لقينا دعم وتقدير وحب كبير لهم، وصرنا متواجدين في المهرجانات لتمثيل دولة فلسطين. خليني يعني عند ذكر هذه النقطة أستاذة سلمى، المهرجانات، نتكلم معك عن مهرجان سيناء الأرض الذهبية. أنتم الآن تمثلون طبعا أرض فلسطين، وتم اختياركم كضيف يعني شرف في هذا المهرجان. عايز أعرف من حضرتك إزاي بتستعدوا أيضا لهذا المهرجان؟ إحنا بالفعل توجهنا لشرم الشيخ، مدينة شرم الشيخ، بدعوة وترشيح. ببدأ يخليني بس أوجه من خلالكم تحية لدكتور أمل سليمان، وهي كانت المدير العام للمهرجان، وكانت هي أحد العوامل الأساسية اللي رشحتنا بقوة في تواجدنا في هذا المهرجان. ومن ثم تم التواصل مع أستاذ كريم نوار المؤسس ومدير المهرجان. يعني فخر كبير لنا مشاركتنا، وعندما نشكر سيناء من حضارة وعراقة وتراث وفلكلور، بيكون في دمج ما بين الفلكلور الفلسطيني والسيناوي، خاصة انه بنلاقي انه في تشابهات كثيرة بيناتهم. نحن متواجدين في سيناء، بنحضر للافتتاح، حفل الافتتاح، متواجدين كضيف شرف، ورح نقدم فلكلور فلسطيني بصورة معاصرة تحاكي عراقة هذه الأرض والتراث، ومحاولة دمج التراث العربي بشكل كامل. طيب أستاذة سلمى، يعني أخيرا لو تكلمينا، هل عندكم تطلعات أنكم تسافروا بالفرقة في مدن عربية أخرى وتوسعوا من الفرقة ومن أنشطة الفرقة؟ وإحنا بالفعل يعني بعد التأسيس بسنوات قررنا أنه ما يقتصر الموضوع على الفلسطينيين فقط، وقررنا إقامة ورش عمل تدريب للدبكة، وتم التعاون مع مؤسسات مثل سيد الصاوي وأماكن للتدريب، وبالفعل تم انضمام
10 اعضاء مصريين لان صاروا هلا موجودين على المسرح، وما بتقدر تفرقي ما بينهم وما بين الفلسطيني اللي بيعرف الدبكه من حبهم لفلسطين. وطبعا عندنا امل كبير انه نسافر، واحنا بالفعل شاركنا في مهرجانات دوليه في تركيا وفي دبي، ولكن عندنا امل كبير انه نسافر معظم الدول العربيه، وعندنا حلم انه نثبت في يوم من الايام على ارض فلسطين. انا عايزه اشكرك شكرا جزيلا استاذه سلمى خطاب، احدى مؤسسات فرقه كنعان، كنت معنا في صباح جديد، شكرا جزيلا لك.